للحديث مشيرين أكثر عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة المصرية والمؤسسات الأهلية في الدولة المصرية، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد سيف من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ محمد، أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. بالتأكيد جهد كبير جدا من كل المؤسسات الأهلية في الدولة المصرية لتقديم المساعدات للداخل الفلسطيني، في القلب منها طبعا يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يمكن زي ما حضرتك اشرت، يعني ان الامه العربيه كلها بتعيش اجواء صعبه جدا بعد الاحداث اللي بتحصل في فلسطين وقطاع غزه واعتداء القوات الاسرائيليه على اخواتنا في فلسطين. ويمكن من اول دقيقه منذ بدء الحرب طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت قوافل التحالف الوطني وحياه كريمه لجمع اكبر كميه من المساعدات وارسالها لاخواتنا في قطاع غزه، ويمكن وصلنا لعدد 337 شاحنه بحموله اكثر من 3740 طن، بتضم طبعا الالاف من المساعدات الغذائيه والمساعدات الطبيه والمساعدات الاغاثيه، ويمكن اشترك فيها مؤسسه حياه كريمه واكثر من 32 كيان و6700 متطوع لتجهيز الشاحنات بالكامل. نعم. تتحدث عن 6700 طن من المساعدات الإنسانية الإغاثية الطبية، رقم كبير. بالضبط كده يا فندم. هل هناك أي تنسيق مع الجهات الإغاثية في الداخل من قطاع غزة؟ نتحدث مثلا عن المؤسسات العمل الأهلية في قطاع غزة لمحاولة لإيصال هذه المساعدات بالفعل إلى الفلسطينيين في الداخل. خلينا اقول لحضرتك يا فندم ان المساعدات مستمره طوال الساعه، يعني عشان نعرف كمان متطلبات اخواتنا في قطاع غزه ايه وتكون دي اولويه بالنسبه لنا في التجهيزات، وكمان عشان نقدر ان احنا نطمن ان المساعدات بتوصل لاهالينا في قطاع غزه. اشكرك شكرا جزيلا محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.